السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة إخواني للربح. درس اليوم إخواني أعتقد نسبة 90% فهو للأشخاص الذين لديهم خبرة في مجال ما ويريدون كسب دخل إضافي لهم. إن شاء الله هذه المواقع التي سأقدمها لكم هي لربح أكثر من 2000 دولار بطريقة بسيطة، لكن تحتاج إلى خبرة. للأشخاص الذين ليس لديهم أي خبرة للأشخاص الذين ليس لديهم أي خبرة من 5 مواقع التي سأشرحها، تستطيع الاستعانة بموقع كيورا والإجابة على الأسئلة وبالتالي بداية ربح. ولكن من لديه خبرة في مجال معين، يعني لديه هواية في مجال معين، هنا هذا الشخص هذا هو الهدف الخاص به، سيكسب من 2000 إلى 7000 دولار، وأيضا سيكون دخل إضافي خاص به، وخاصة الأساتذة أو أشخاص لديهم أكملوا الدراسة الخاصة بهم ولديهم شهادات كبيرة. هنا هذه المواقع لك، فهي مواقع للربح من حاسوبك وفي بيتك ومن عملك، فقط من الأجوبة والأسئلة. هنا المبتدئ، بما أن هذه القناة خاصة للمبتدئين، استعين بموقع كيورا. أنا نصحتك بأن تعمل على هذه المواقع، لكن بشرط تذهب إلى أحد المواقع التي سأشرح لك، تأخذ الأسئلة وتستعين بكيورا، تأخذ إجابة جيدة وتقوم بإرسالها للأشخاص الذين يحتاجون أجوبة. أول شيء قبل بداية شرح إخواني، أرجو الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد عن القناة الخاصة بنا. ستجدون فيديوهات للربح من اليوتيوب، من مواقع جديدة وحصرية وأجنبية، الكثير من الفيديوهات كما تشاهدون. وإن شاء الله سنقوم بإكمال الدورة المدفوعة التي تخص التسويق بالعمولة والأفلييت ماركتينج في أقرب وقت، وسنضعها أسفل وصف القناة إن شاء الله. دائما نرحب بمشتركين الجدد في القناة ونتوجه للشرح على بركة الله. أول شيء إخواني، فهذه المواقع التي سنشرحها من أقوى مواقع الأجنبية، مواقع للربح فقط من الأسئلة والأجوبة. هنا عندما أقوم بكتابة 2000 و7000 إلى 7000 دولار إخواني، يعني هذه حقيقة 100% فقط من تقديم نصائح، لكن الشرط أن يكون لديك شهادة في شيء ما أو خبرة في شيء ما. والمبتدئين سأريهم في الأخير كيف سيستطيع الربح كسب بعض الأموال أو بعض الدخل الإضافي من هذه الاستراتيجيات. أول موقع إخواني يجب عليك استعمال كبروكسي إخواني، هذه الإضافة يجب عليك أن تعمل بها، ستجد رابطها في أحد الفيديوهات التي شرحتها في القناة مثل هذا الفيديو أفضل مواقع الربح من استطلاعات الرأي. هنا إخواني سأعد إلى هذا الفيديو، أسفل الوصف ستجد رابط الموقع الخاص بنا وبالضبط تحميل إضافة VPN وكبروكسي. الآن كما قلت لكم، الموقع الأول وضعت لكم مقالة تشرح لكم بالتفصيل كيفية عمل هذه المواقع، لكن أنا سأريكم بعض الأمور التي تحتاجونها في العمل. أول شيء هو موقع Just Answer، عند الضغط هنا ستوجه إلى هذا الموقع إخواني، فالموقع يدفع من 2000 إلى 7000 في الشهر إخواني، يعني شيء جيد. وأيضا ستشتغل من أي مكان، العمل في أي وقت وفي أي مكان، فقط من الإجابة في الأسئلة. هنا ستشاهد make money doing what you love، يعني الخبرة التي لديك، الهواية التي لديك، يكفيك تسجيل في الموقع إخواني وبداية حصد الأرباح الخاصة بك. هنا ستشاهد أنك تحتاج بعض الأشياء التي أو الخبرة مهنية في بعض الفئات أو في بعض الكاتيجوري الخاصة بك. وهنا work anywhere كما قلنا لكم، في أي مكان في أي وقت، وكلما تعمل كثيرا كلما تكسب كثيرا. هنا إخواني كما تشاهدون بعض الأمور، تضغط على أبولي أو تسجل هنا، أنا تركت لك الرابط مباشرة لتدخل في تسجيل. هنا تضع الفيرست نيم لاست نيم الإيميل الخاص بك. وهنا إخواني فالموقع يجب أن تقوم بعمل كبروكسي، بعدها إخواني تظهر لك كل دول هذه المواقع. مثل هذه المواقع إخواني تحتاج كل دول، لكن الضريبة من الدول العربية والدول كما تشاهدون بعض الدول تكون كبيرة على مثل هذه المواقع، لذا
هي محظورة في الدول، لكن أنت تستطيع فقط استخدام كابروكسي وتحديد أي دولة تريدها. إذا وجدت مشكلة في الدولة الخاصة بك، تستطيع الاستعانة بأحد تطبيقات أو مواقع أرقام الهاتف، فقط قم بكتابة فاك جنريتر مثلا فون، ستجد الكثير من المواقع التي تقدم هذه الخدمة. وهنا كتبت لك أن الإحصائيات خاصة بالموقع بعد الاطلاع على منتدى خاص بأشخاص يعملون في هذا الموقع، فإن إحصائيات موقع جاست أنسوال إخواني وجدت أن أشخاص يكسبون من 2000 إلى 7000 دولار شهريا، لكن في مجال خبرتهم. هنا عند التقديم إخواني في هذا الموقع الكبير تحتاج إلى بعض الشهادات. الشهادات تستطيع الاستفادة منها فقط من جوجل، تتحصل على شهادة فقط، توجد مواقع، قم بكتابة جوجل كورس وستدخل مباشرة إلى هنا. مثلا المبتدئ يريد كسب بعض المعلومات، فقط يدخل إلى جوجل ويبحث على، عند البحث إخواني عن جوجل كورس ستجد قائمة دورات والحصول على شهادات، تضغط هنا. وهنا إخواني هذا الرابط سأتركه لكم، ستحصل على، يكفيك الاشتراك هنا إخواني، تسجيل الدخول والتحصل على دورات وشهادات معترف بها، تستطيع تقديمها في موقع، أي موقع من المواقع الكبيرة، فقط باتباع الدورات المجانية في جوجل. شاهد الكثير الكثير من الدورات، خاصة إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فهنا دورات جوجل بكل اللغات، النتائج 24 دورة تدريبية، وعندما تنتهي إخواني ستحصل على شهادة، هذه الشهادة تستطيع تقديمها هنا في أي موقع من المواقع التي أشرحها. الموقع الثاني إخواني أيضا من اسمه تفهم أنه للأشخاص الذين لديهم خبرة. فهنا إخواني الموقع في بداية الأمر تكسب نقاط، لماذا؟ لأنه يمتحنك، ثم إخواني تستطيع كتابة المقالات، وهذه المقالات إخواني تبقى لك، تستطيع استردادها أيضا، يدفع لك مقابل المقالات 10 دولار إلى 20 دولار مباشرة، دفع يكون لحسابك باي بال، لأنك عندما تشترك ستقوم بربط حساب باي بال خاص بك. هذا الموقع إخواني من أقوى المواقع أيضا للربح في الإنترنت، فقط من الأسئلة والأجوبة. هنا لتسجيل في الموقع إخواني كما تشاهدون سيتطلب منك سواء حساب فيسبوك مباشرة أو بعض المعلومات وتقديمها، ثم ستقوم بكسب النقاط، ثم إخواني تقدم مقالات تربح منها، تقدم أجوبة كثيرة، وتبدأ في الحصول على أرباح من هذا الموقع بطريقة تسجيل أيضا سهلة وبسيطة، وتحتاج منك فقط الاستعانة بموقع كيورا عند الحصول على الأسئلة. الموقع الآخر إخواني الثالث هو موقع آخر لربح من الإجابة والأسئلة. هذا الموقع إخواني يعني تستطيع البحث في محرك البحث جوجل، تجد أسئلة إخواني، هذه الأسئلة تجيب عليها فقط من محرك البحث جوجل من مقالات، ولكن تكون إجابة ليست نسخ ولصق، تقوم بإعادة صياغتها بطريقة ما. وهنا تجد الكثير من الأسئلة، والأسئلة إخواني تختلف من حيث الدفعات، تجد أسئلة تدفع من 6 إلى 8 دولارات، وأسئلة أخرى أجوبة الخاصة بها سيدفعون لك 35 دولار، وهي صعبة نوعا ما. أيضا إخواني إحصائيات الفريق، موقع فريق ويندر، يوجد أشخاص إخواني خبراء يربحون 19 دولار، بمعنى كلمة خبراء إخواني أو باحثين، يعني لديهم خبرة في مجال ما. مثلا عندما نتوجه إلى جوجل كورس، تجد أشخاص لديهم مثلا شهادة في البيانات والتكنولوجيا، التطوير الوظيفي، التسويق الرقمي، يعني لديهم شهادة. عندما يقومون بالإجابة، الإجابة في هذا الموقع إخواني، عندما يجدون زبائن يدفعون لهم بالساعة، في الساعة 19 دولار، تصور معي إخواني من خبرتك فقط. هنا الموقع الرابع، هنا سندخل الموقع لنشاهد ويندر. أنا لا أستطيع إخواني شرح مثل هذه المواقع كلها إخواني، لماذا؟ لأنني أنا ليست لدي الخبرة الكافية للإجابة على الأسئلة، ولكن يوجد بيننا أساتذة، يوجد بيننا أطباء، يوجد بيننا أشخاص يريدون كسب دخل إضافي، هذه المواقع خاصة بهم. شاهد هذا الرابط الذي سأتركه لك مباشرة، فقط تستعمل إضافة كابروكسي وتبدأ في التسجيل. هنا أيضا معلومة سأقدمها لك، مثلا في حالة تريد رقم هاتف، تستطيع الاستعانة بأحد المواقع التي تقدم خدمة مدفوعة، وهي رقم هاتف أمريكي،
خاص بك إخواني، فقط بدولار أو دولارين. هذا الرقم صالح لفتح فيسبوك، لفتح جيميل، لتسجيل في مواقع، بأي شيء، فقط ابحث في جوجل. وإذا لم تجدوا وجدتم صعوبة، فقط قوموا بالتعليق وسأترك لكم أفضل مواقع لشراء أرقام هواتف تحتاجونها إخواني لتفعيل أي شيء إخواني. هنا Impact Membership، فالموقع تابع أيضا لشركة Impact التي شرحتها من قبل. هنا How is work، تقوم بالأجوبة كما تشاهدون الأسئلة، ثم تنتظر موافقة على طلبك. هنا كما تشاهدون الربح المال using your brain، الخبرة خاص بك أيضا في أي وقت، كما شاهدنا في موقع الأول Just Answer. نتوجه إلى الموقع الرابع كما قلنا، موقع آخر أيضا إخواني. هذا الموقع بسيط للمبتدئين أيضا، ستربح على كل سؤال 0.2، ولكن الإجابات تكون من بحث فقط من جوجل. هذا الموقع المبتدئين يستطيعون العمل عليه. عند دخول الموقع ستجد الصفحة كما تشاهدون answer get these apps، يعني هذا الموقع يوجد أيضا له تطبيق تستطيع العمل فقط من هاتفك. فكما تشاهدون الأسئلة المتواجدة أكثر من 34 مليون سؤال، وهنا عندما تجيب تحصل على أرباح إخواني بطريقة بسيطة، 0.2 على كل سؤال تجيب عنه. وهنا يريك الأشخاص الذين قاموا بالإجابة وحصد بعض الأموال. فالموقع إخواني بسيط جدا وللمبتدئين. الموقع الأخير، مع هذا الموقع يمكنك تعيين معدل استشارات، يعني إخواني تستطيع العمل بهذا الموقع فقط بهاتفك وبالساعة إخواني التي تريد أنت. ولكن الميزة الجيدة في هذا الموقع إخواني، عندما تقوم بالإجابة على أسئلة باحترافية وأيضا بطريقة جيدة، فالموقع يأخذ رقم الهاتف الخاص بك ويتواصل معك عندما توجد مشاريع كبيرة، فقط بالهاتف يتصل بك وتقوم بالإجابة عن المشاريع وتحصل على أرباح متفق عليها بينك وبين الموقع. يعني إخواني تحصل على وظيفة استشارية. الموقع جيد جدا، وخاصة للأشخاص الذين يجيدون اللغة الإنجليزية ولديهم خبرة في مجال ما. هنا شاهد إخواني أشخاص كثر يقومون بالعمل في هذا الموقع. هنا How it work، share، referrer، get paid. هنا ستحصل على أرباح فقط من الأسئلة، وعندما تكون الأجوبة الخاصة بك جيدة وباحترافية سيتواصلون معك في أقوى المشاريع إخواني. وهذا هو درسنا اليوم إخواني. هذا الدرس كما قلت لكم من الأشخاص الذين يمتلكون خبرة، والأشخاص الذين المبتدئون الذين يريدون حصد بعض الأرباح فقط يتسجلون في هذه المواقع من خلال إكمال الدورة كما قلت لكم في جوجل. مهارات من جوجل يقدم لك شهادة، وهنا الشهادة مدة الدورة التدريبية كما تشاهدون أقل من ساعتين، من 2 إلى 10 ساعات حسب الخبرة التي تريد إخواني. وهنا كما تشاهدون يوجد أيضا الحصول على شهادة مدفوعة من جوجل معترف بها في كل مواقع إخواني، أو شهادة مجانية لأشخاص مبتدئين تستطيع التعلم وبداية العمل في هذه المواقع فقط من شهادة مجانية. الكثير من المجالات هنا مقدم دورة جوجل أبل ديجيتال سكيلز، الكثير من الأشياء ستجدها هنا. والمبتدئ يستطيع الإجابة فقط بالاستعانة بهذا الموقع كيورا. هذا هو الموقع، تقوم بالدخول إلى هذا الموقع إخواني. أي سؤال بعد تسجيلك في أحد المواقع التي شرحتها، أي سؤال تجده إخواني فقط تستطيع طرحه، مثلا كمثال How to lose weight، How to lose weight كمثال إخواني فقط، لأني مهتم بمجال الأفيليات خاصة الفيتنس والهيلث، هيلث أند فيتنس. هنا مثلا How to lose weight مثلا fast، جيد، أضغط عليها سأجد الكثير من الإجابات. بما أن هذا الموقع أكبر موقع وأيضا يتحصل على زيارة تصل إلى 500,000 زيارة شهرية كما ستشاهد الآن، هنا شاهد عدد الزيارات، لذا الإجابة ستجد إجابات قوية. مثلا What are the best way to lose weight، مثلا السؤال هذا هو السؤال، أضغط على Open وهنا أختار الإجابة القوية وأقوم بوضعها في إحدى المواقع كما أخبرتكم. هذا هو درسنا اليوم إخواني، أرجو أن تستفيدوا منه.
فقط لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر اللايك، وإن شاء الله سنقدم كل ما هو حصري طرق للمبتدئين والمحترفين وذوي الخبرات، وأيضا جمع رأس المال من المواقع البسيطة وبداية رأس جمع رأس مالك لبداية مشروعك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.